تفتخروا بالمدينه تاعكم؟ مشهور بينسو نفتخر بها، بينسو نفتخر بها. انت مولد اصلا من فهمني هيا دوك انا شكون هنايا؟ بغلية هي لونون تاعها هذا هو بغلية روبير فار. بكري يقولها روبير فار. روبير فار نعم. وبغلية هذا اسم نقوة تاع من ولا نقمة ولا كيفاش تسمات؟ لازم تعرفوا المنطقة. والله يا حبيبي باش نقول لك كيفاش تسمات ما على باليش، هما يقولوا كل واحد كيفاش يحكي حكايته. سي دي زيستوار وا. يقول لك زعما سموها على بار ليا. بار ليا. سموها بغلية. ماشي البار. بار كان بار يقولوا له بار ليا. واحد البار يسموه بار ليا سموها بغلية. كل واحد واش يغني على كل حاجة. واحد ما تعرفش تعرف. تتجزا فيها. يعطيك الصحة، هي اسمها دوك الحقيقة اسمها بغلية. بغلية. ولاية بومرداس. ولاية بومرداس. دائرة ولا بلدية؟ دائرة. 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 الله يبارك. أي تري بيان هنا العنب برك. هنا منطقة معروفة بالعنب. العنب، التفاح، اللونجاس، اللوت كلوب، الصابان، الموسكا. الزيتون. كلش ينجح هنايا. اشنو هو عندنا ما يخصنا الماء. ايه خاصها يشرب. ما عندناش الماء. راك تشوف الواد هاوليك اللي صور تشوف الواد هنا رانا نسكو فيهم بالستيرنات وما نحيوش وراهم يجيبوا لنا فيها بالدراهم 400,000 تفرخ انا يشربها على الارض منايا ما حييناش. العنب هذا شحال راح تبيعوا؟ كي نبيعوا ب 50,000 صح هذا هو المقبول هذا هو الوقت هنايا عندنا جويلي اوت. هي العنب وقتاش تبدا سبتمبر؟ سبتمبر. لا لا اوت من اوت لسبتمبر. عندنا من ذوكا عندنا كاردينار عندنا بزاف انواع من ذوكايتك حتى لا فتح سبتمبر لهي سبتمبر. شكرا واش بشكرا والفلاح.